صباحكم الله بالخير حبايب الطيبين، وحبيت أشارك لكم هذا هاي الأمطار إذا بينكم واضحة. مطر خير إن شاء الله. طفي الكهرباء. إن شاء الله مطر خير. حجيت هذا الحلو البنغالي، وين حجمه من بين اللي هو هذا، وهسه حجي له هو هذا اخوه، هسه حجمه وهذا هم تحجيل. يلا ردي لمكانك. لأن يعني مخالي طبعا يعني فرق انا عندي، بس ما اعرف يا تحيا انك ما مراقبهم. هنا اربعة، هاي هنا بواحد جزء في واحدة ثلاثة حلة ما ادري، لان البيض بس البيض قليل. في هاي الوجبة ما ادري بيهم مال هذا البيت، هسه راح احلقهم. لاني ثلاثة تحلقن ما بيهن اي اشكال، بس عندي ذني اثنين صغار، لان اذا حلقن الحلقة توقع من رجله. كان بالله لأني اثنين صغار، لأني استحقات أبو باكر حلقا إن شاء الله. أخبار هاي الترتيبة، أنا هاي الترتيبة باني عليها آمال. بسم الله ما شاء الله. أجلهن لو بعد وقت هاي حجلت اثنين مستحقات، هذا واحد هذا الثاني، الباقيات بعدهم صغار. هاي عندها فرق واحد، حاولت فرق مال غير نفي جواها، شوف بعدها هاي اوكي ماكو اشكال. هذا استجبته وغير شركة، كان يعني اللي عنده استخدمه غير شركة، بس هذي شمالها مقطوعة، فكان استخدم هذا. هسه راح استخدمه واشوفه اذا زين اقول لكم عليه. هو هذا وينه؟ 2.5 سي سي، وهذا الكلاس قدامكم واضح. سجلوا لي شفتوا عشان عندي ما اعرف، عندي طير يعاني من الخمول. انا اعتقد عنده فطريات، مو عفوا مو فطريات، طفيليات بالامعاء. فهسه راح استعمل اللي هو هذا الفحل عندي بره. شوفوا شلون اوفن، هذا هو بالنص، شوي مثل الوجعان. هسه راح استعمله وشوفه. انا حبيت اصور لكم المكان مال الشغل، المطر خير من الله. طبعا المطر فولي دي.
بعد هاي المطرة القوية عندي سقف هنا قام يخر، بس يعني خفيف مو قوي. هاي عد على يوم الجمعة، بس هو على المطر ما طلعني. يا هاد شكو شوي شكو، هذا تعبان مو هاد شكو جديد، هذا تعبان من أنا والله ما أدري بدله لا ما أدري. وهذا البنات لنا ما عليه شيء، لأن القفص حديث جديد كالعادة. الوجبة الصباحية الكل جوعان، شوف كوكتيل وهذا ثوم الليمون، لأن يعني الأجواء حارة باردة حارة باردة، فتبطي لازم تبطي رافع مناعة. اخوان بالنسبة للنايلون، افعال هو صاحت قبل اسبوع اسبوعين، دنيا حارة شيل النايلون، دنيا حارة شيل النايلون. اخوان النايلون مو هسه ينشال، من درجة الحرارة تصير 30 وفوق شيل النايلون، لان هسه الجو متقلب، يعني هذا الشهر كله متقلب لحد نهاية الشهر الثالث، يعني نيسان يبدأ الرابع الجو يقوم يحتر يصير 30 وفوق، ذاك الوقت شيل النايلون. هسه غلط شيل النايلون، يعني طول كذا تنضرب. بعد تعطيش نزل يشرب المي، طبعا اليوم الجو البارحة مطر واليوم كلش حار، يعني الجو كلش تعبان. نجي الدنيا ما شاء الله نشوفهن، لاني كلهن طلعن خلصن. هذا الجولدن بعد ما مبيض حاليا جاي معش، هذني المخاليف شفتوهن حلقت أطرافهن لانا لاني أطراف اثنين هنا بعد مقشيش. اليوم نقلت بيض منا لهنا هذا لهنا، هيك يعني سويت مداور. وأفراخ الملك يذني وينهن، واحد عسلي واحد نورمال فحمي. وماكو شي جديد، عندي هذا الفحل مخلف، طبعا هذا حجمه كان كلش خشن، هسه حاليا تمرض وسوف حتى ضعف، يعني كان كلش خشن ومخلف هو هذا، يعني فوق السوبر جامبو بس سوف من وحدة. خذيت عشا مس وقدمت له علاج، ان شاء الله يصير زين. هذا المي الجديد، نشيل المي مال الثوم اللي من البحر قدمناه، طبعا تقلص فيها تهتم
تعال انت اشترك هلاديك وخلص على طول. يلا شربوا ماء جديد. اريد من عندي بيض طالع هذا من سوري من بيض عندي هذين هم من المشغوليات هم بهن ثوم مال بارحة شوية دهن خليني اروح اسلخها بالموي الحار حتى يخاف اكو بكتيريا شي كلها تروح نغسل نغسلة حتى اخلاقهم بالعكس اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا ضيف بس وهذا خوف قصه سوا بس قالوا لي حمام ملكي وين مسوعش هاي ثلاث بيضات طبعا هي اثنين بس انا محضر جوها واحدة صارت لا عادي ماكو مشكلة يومي وردة جورية فتحة وهاي واحدة وهاي واحدة والمتسلق الجهنمي هم مورد نبدأ بغسل الجمعة يلا بينا نتقدم الله بالخير شباب شباب اليوم نحكي على الفار البنغالي او البنغاليز كيف وش يسموه اخوان اكو معلومات مغلوطة عن البنغالي البنغالي شو تجيب له فرق يحضن يعني سواء انه كان عنده بيض او ما عنده بيض او هستوجه يحضن او فاطمة فراخة أنا يعني جربته ثلاث طرق جربته مني يوضع البيض أخلي جوا أفراخ يزقهن مني يخطم أفراخه وأخلي أفراخ ثانية هم يزقهن ومن يخطم الأفراخ الثانية وأخلي أفراخ أخلي البيض يعني ورا الزقة الثانية وهم يحضرهن ما في أي مشكلة فا إخوان أنصحكم بالبنغالي البنغالي كل طير كلش ممتاز الوان يجي يعني عدة الوان يعني باشكال الوان كلش حلوة بس هو شنو يعني هنا عليه طار القذر ليش اجلكم الله ياكل فضلاته مو بس فضلاته ياكل كل شيء كل شيء قدامه ياكل ف بالاسبوع مرتين او بالاسبوع او كل 10 ايام مرتين تستخدم له مطهر امعاء يعني كل شيء يحارب البكتيريا افضل شيء حتى ال وهذا حاجة شنو حاجة قريب بكتيريا هاي بكتيريا ينقلها للافراد فانت ما تستعمل مرتين بالاسبوع مطهر او اي شيء مال
بكتيريا يعني حاجة ينقف، هو بزق فتشي درجة أولى. وعشان هو عاد يعني ده هو الذكر من الأنثى ما حد يعرفه إلا بالتغريد. شو بيقول لك واحد يقول لك هذا ذكر هذا أنثى شبه إلا بالتغريد. هسا أنا غني طلع عندي حاليا 4 بالأقفاص، والله ما أعرف وياها ذكر من الأنثى لأن ما مراقبهم، فقالها 4 سوي يعني ينتجن ما أعرف لأن بكاهم بكاه ما عندي. فيا أخوان يعني أنصحكم بالطائر البنغالي يعني كل زياد وسرع الإنتاج. شوف العاكل أخوان، وأشكركم على الدعم مالكم والكلمة الحلوة والطيبة. وأنا يعني صراحة ما دور يا مشاهدات عالية ولا وهذا يعني جد ما أسعار متابعين عندي كده 2000 1000% تقريبا يعني كلش كافي يعني ما أطمع إنه أسوي 10,000 ليش أسوي يعني. أنا أهم شيء عندي أوصل الفكرة للعالم يستفاد المعلومة، هاي كلش كافي. وصحيح هو كل ما يعني كثر العدد زادت المعلومة، وبعد هاي شو نسوي في مال الله.